حياكم الله من جديد مشاهدينا. كثير ما نسمع أن في أشخاص نباتيين يحرصون على عدم تناول اللحوم، الدجاج، الأسماك كذلك في نظامهم الغذائي، يكتفون فقط بالأطعمة النباتية مثل الحبوب، مثل البقوليات، المكسرات، الفواكه، الخضروات وغيرها. شنو أهم خصائص النظام الغذائي النباتي وليش بعض الناس تتبناه؟ راح نتعرف أكثر على هذا الموضوع مع ضيفتنا الأستاذة سمية سعيد الإبراهيم، أخصائية تغذية علاجية. صباح الخير أستاذة سمية. صباحك منيا، حياك الله يحييك. موضوع متداول من زمان بس ما أدري ليش صار فجأة ترند وحديث الساعة، وايد ناس تبنوه، فلبي نتعرف أكثر على خصائص النظام الغذائي النباتي. النظام النباتي من اسمه ان الشخص اللي يكون توجهه هذا النظام يحرص على انه يكون اكله جاي من مصادر النباتيه ومو الحيوانيه، يعني النباتي ما ياخذ لا لحم ولا دياي ولا سمك. وفي انواع نفس ما قبل الهوى كنا نتناقش، في انواع اللي هو يسمونه الاوفو فيجيتيريان، اوفو من اللاتيني يعني بيض، فهو فيجيتيريان بس ياكل بيض، او في لاكتو فيجيتيريان يعني هو فيجيتيريان بس يشرب حليب، او في اوفو لاكتو يعني فيجيتيريان بس يشرب حليب وياكل بيض، وفي نوع الفيجن اللي هو ولا أي شيء لا علاقة في منتجات الحيوانية بما فيها حتى الجيلاتين اللي موجود بالجيلي أو غيره إذا كان مصدره حيواني، وحتى العسل. وحتى في ناس يعني صار في بعد أكثر من بس الأكل ويحصل حتى على اللبس، فإذا صحيح. كان في صوف، إذا كان في ريش، إذا كان في أي شيء فرو، أي شيء جاي من الحيوان هم ما يدخلونه، يمتنعون عنه. راح نعرف ليش هذه التوجهات بعد شوي لما نتناقش أكثر على موضوع النباتيين. لكن إحنا يعني ممكن نطلق على الشخص انه نباتي، فهل هناك في مراحل معينه من تبني النظام الغذائي النباتي علشان نقول ان هذا الشخص نباتي تماما؟ يعني نباتي يعني مثل ما ذكرت، راح لما تشوفين نظام الغذائي مثلا على الريوق الغداء والعشاء تشوفين ما قاعد ياخذ لا مصادر اسماك لا جبن مثلا على الريوق، حتى تشوفين يروحون الجمعيات الخاصه اللي هي توفر منتجات اكثر حق بدائل الجبن او بدائل اللبن او بدائل الحليب، يروحون حق حليب العيش او الشوفان او حليب اللوز، فتلاقين اي شيء مصدر الحيوان ما ياخذونه، فهني انا اقدر اقول ان الشخص نباتي. لكن في ناس يعني مثلا اذكر وحده جتني العياده قالت لي انا نباتيه، فبديت اعطيها النظام نباتي بس قالت لي لا انا اكل سمك، انا اكل دياي، قلت لها هذا مو نباتي، هذا انت ما تاكلين لحم، يعني نوع النبات ان انا ما اكل لحم لكن قاعد تاخذين حليب وبيض ودياي. في بروتين حيواني يعني في النظام الغذائي مالها، ولكن هي بس ممتنعه عن نوع معين بالضبط. لكن النباتي غالبا ان انا قاعد اخذ منتجاتي من المصادر النباتيه. وفي يمكن انت سمعتي في ستيف جوبز كان بعض الاحيان يمشي على النظام اسمه فروتيريان. صحيح. اللي هو بس فواكه، فكان ياخذ بس فواكه وساعات يدخل معاها اللي هو الحبوب او المكسرات كمصدر من الدهون، وكان يمكن معروف عنه انه يشرب وايد عصير جزر لدرجه ان في ناس قالوا انه حتى لونه صار شويه برتقالي من كثر ما هو يشرب عصير جزر. وعلى فكره يعني احنا سمعنا هذه المعلومه ان قد تكون صحيحه ان كثره تناول الجزر او شربه ممكن ياثر على لون. صحيح، لان في ماده البيتا كاروتين اللي هي مسؤوله عن الصبغه البرتقاليه. صحيح. او الصفره في الفواكه، فكثرتها بالجسم ممكن تزيد من العنصر هذا وبالتالي تاثر على لون البشره. اكيد على كل شيء حتى على الواننا. طيب هل ممكن الشخص النباتي يكون معرض الى نقص بعض الفيتامينات المهمة الأساسية عنده لأنه نباتي؟ أكيد، خاصة إذا كان فيجن. فيجن يعني ما قاعد يدخل لا حليب ولا يدخل هذول بيض، متشددين جدا هذول اللي يعني اللي ولا أي اللي حتى العسل ما ياخذونه. أيه. اللي هم الفيجن. ليش؟ لأن أكثر فيتامين ممكن يتعرضون لنقص هو B12، وB12 هو فيتامين متواجد بس في المصادر الحيوانية. نعم. فتلاقين الناس اللي فيجن بين فترة وفترة لازم ياخذون إبر فيتامين B12 لأنها مو متوفرة النظام الغذائي العادي، ممكن يكونوا معرضين اكثر لنقص الحديد خاصه اذا ما حرصوا على انه ياخذوا منتجات عاليه في الحديد، كونه ايضا ان الحديد من مصادر نباتيه امتصاصه في جسمنا مش بقوه امتصاص الحديد اللي جاي من مصادر حيوانيه. ممكن ايضا الاوميجا 3 اذا هم ما حرصوا على بذور الشيا او بذره الكتان او المصادر النباتيه العاليه بالاوميجا 3 هم ممكن يكونون معرضين لنقص اكثر، فينصح بالناس النباتيين وخاصه الفيجن اوبر B12، ممكن حبوب الفوليك اسيد او حبوب الحديد او حبوب الاوميجا 3 تعويض للنقص اللي ممكن يتعرضون له من خلال النظام هذا. يعني مثل ما ذكرتي هذا هو التعويض اللي ممكن يلجؤون للنباتيين لتعويض البروتينات او لتعويض بعض العناصر. لكن قلتي بعض الادويه والابر اللي ممكن يخضعوا لها، هل ممكن يكون من مكوناتها ايضا اشياء حيوانيه يعني ولا بي 12؟ لا البي 12 لا، لكن الفيجن ممكن يكونون محارصين اكثر انه ما يكون فيه جيلاتين او ما يكون لما ياخذون دواء او مكملات او اي مدعمات يقرون عليها اللي هم الفئه اللي قلنا ان هي اكثر تشددا، انه ما يكون فيها
أي مصدر نباتي فيه أو مصدر حيواني. طيب في ناس ممكن تتوجه للنظام النباتي ظن أستاذة سمية أن هذا ممكن يكون نظام رجيم أو نظام دايت أو أنه ممكن يخفف وزنه أو أنه لو اتبع نظام غذائي نباتي لا يصاب بالسمنة، ما مدى صحة هالكلام؟ مو صحيحة. ليش؟ لأن وايد في ناس نباتيين لكن ما هم عارفين العناصر الصحيحة للنظام اللي أنا أسميه نباتي صحي. يعني نباتي تلاقين يأكل وايد باستا، يأخذ وايد بيتزا، يأخذ وايد معجنات، يأخذ وايد من الحلويات، يوخر. يعني مثلا إذا اليوم سوين مرق لحم مع خضرة وعيش، يأكل بس عيش بكمية كبيرة لين يشبع. فيكون توجهه لتناول النشويات أكثر إذا كان النظام الغذائي النباتي غير مدروس، فهو بحد ذاته إذا ما تبع بطريقة صحيحة بالعكس ممكن يؤدي لزيادة الوزن كونه في استهلاك أكثر للنشويات مقارنة بالبروتينات. وفي وايد نباتيين ما يأكلون خضرة. يعني أنا لفت انتباهي مرة مقابلة واحدة قاعد تقول I'm vegetarian but I don't eat vegetables. أنا نباتية بس أنا ما أحب أكل خضرة. فهو الفيجيتيريان قائم على أن تأكلين خضرة أكثر وخضار أكثر ومكسرات أكثر. فإذا أنت الأشياء اللي هي المفيدة ما ركزتي عليها فراح تنتهين أن أنت تأكلين بيتزا أكثر وفطائر أكثر ومعجنات وعيش ومعكرونة، شلون راح تضعفين بهالطريقة؟ إحنا راح نسولف ايضا عن موضوع النباتيين بس نبي نشوف الاشياء، نستعرض الاشياء. طبعا هذه هي الاشياء يعني اللي انا اركز فيها حق اي شخص يمشي على النظام النباتي اللي هي البروتينات، لان كون النظام النباتي اذا كان مدروس راح يكون فقير في البروتينات. فتشوفين هني عندنا اللي هو النخي او الحمص يعتبر بديل ممتاز حق البروتين. الفاصوليا طبعا احرص دائما اللي يبي يكون اللي يتغدى يكون دائما في مصدر بروتين بالغداء، فممكن انواع الفاصوليا، انواع العدس. الصبح ممكن ندخل اللي هو الفول، ممكن ندخل زبده الفول السوداني. وايضا في ناس ما تعرف ان المكسرات هم ممكن تكون فيها كميه ممتازه من البروتين، خاصه اللوز والفستق فيها كميه حلوه من البروتين. السناكات ممكن الايدامامي او فول الصويا هم يعتبر سناك حلو وعالي بالبروتين. وفي بعض الناس ممكن تلجا او اضطر ان انا ادخل لها اللي هو سكوب البروتين او البروتين شيك، لانه يعتبر يعني هذا السكوب فيه 24 جرام من البروتين فكميه وايد ممتازه. وايضا حق الناس الفيجن لان عاده البروتين يكون جاي من مصل الحليب او اللي هو يسمونه الواي بروتين، فحتى الفيجن ممكن ياخذون. هذا اللي انا جايبته عندي من البيت هو نباتي فيجن عضوي. ففي انواع بروتينات ممكن ان انا ادخلها في حال كان اكلي ما في بروتين كافي، ممكن انا الجا الى اللي هي المكملات، لكن احرص ان تكون يعني جودتها عاليه ونوعيتها زينه. الافضل تكون اورجانيك مثل ما انا ذكرت. حتى النباتيين اللي هو الفيجن هم اللي هو جاي من خلاصه البازلاء ومن خلاصه اللي هو الفول الصويا، فيلاقون بدائل تعزز من انه يضيفون بروتين اكثر في نظامهم الغذائي. ممتاز. استاذ سمية احنا تكلمنا حتى قبل الحلقه ان يعني العالم بشكل عام يحترم النباتيين، خلينا نقول، لان تلاقي مثلا المنيو في اكثر الاماكن في سكشن حق النباتيين. ايضا تلاقين حتى في الطياره لازم يلاقون لك قائمه للنباتيين. بعض الادويه الموجوده حتى على الارفف تلاقين عليها الاشاره هذه ان هي مخصصه للنباتيين او حرف الفي ان هي فقط للنباتيين. لكن احنا بنعرف لماذا يتوجه الانسان انه يصير نباتي وما أسباب العامة خلينا نقول إن هي خلتهم يدخلون في خانة النباتية. ممكن الواحد يكون نباتي لأنه نشأ على هالموضوع. يمكن هذا نشوفه أكثر في الغرب منا. إحنا ما عندنا وايد نباتية مقارنة بأمريكا أو بأوروبا، في عندهم توجه أكثر. فتلاقين هو نشأ في عائلة نباتية فصار نباتي مثل عائلتهم. أو ممكن يكون في عنده توجه صحي، مثلا واحد صار عنده سرطان أو عنده مثلا صدفية يلجؤون إلى النظام النباتي يساعدهم، أو أمراض بالقلب، فممكن يلجأ لسبب صحي الى النظام نباتي. او في ناس اللي هم عندهم الموضوع اللي هو الرفق بالحيوان او موضوع اللي هو الانيمال رايت او حقوق الحيوان، ان احنا ليش ينذبح الحيوان عشان احنا ناكله، وخاصه اذا كانت طريقه الذبح بشعه يعني للاسف في كثير من المسالخ. فهم يتوجهون ان حفاظا على حقوق الحيوان احنا قررنا نصير نباتيين. او في ناس لاسباب سياسيه، او في ناس لاسباب مثل ما ذكرت قبل الهواء الحفاظا على البيئه، لان اللي هو الاماكن اللي تربي الماشيه ممكن طريقة شلون يربونها تؤثر سلبا على البيئة وتخل في البيئة. ففي لها كذا سبب اللي متجه للنظام النباتي. انا ما انسى لما يجيني احد يقول لي انا نباتي ما ادخل فيه. ليش؟ ما ليش؟ احترم انه انت نباتي، لكن احرص انه هو ياخذ العناصر الغذائية وخاصة البروتينات واللي هو اضافة البي 12 وغيرها في حال كان. لكن بشكل فيجن عام يعني عندك بعض التحفظات يمكن على النظام الغذائي النباتي. انا شخصيا ما اتبعه، ولكن نعم اتفهم الشخص اللي يحب يتبع النظام النباتي، واحاول اوجهه انه يكون صحي اكثر، ما يكون عشوائي فقط انه هو يبتعد عن المصادر الحيوانيه. اكيد بالنهايه هو اختيار. اكيد. واحنا شاكرين وجودك فينا اليوم. شكرا للاستاذه سميه سعيد الابراهيم اخصائيه تغذيه علاجيه. فاصل ونعود.